قرآني قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى بشراك يا حافظة القرآن حين تنالي من رب الرضوان ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني تدفعني نحو العليا والكون الوضور طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا فحضوركم شرف لنا وأسعد قلوبنا فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. إن المحبة إن تصفو مواردها يلقى الفؤاد بها أغلى هداياه والله أكرمني من حبكم والله أكرمني من حبكم شرفا يا من حبكم يا من بحبكم قد زادني الله لقد جمعنا اليوم القرآن رب الغافلة التي سارت لسنوات العدة وهي ترقى دائمة وهي ترقى دائما إلى سلم المجد علها تقودنا إلى جنات الخلد. بسم الله بسم الله نفتتح حفلنا المبارك بخير ما يفتتح به وهو القرآن الكريم فالقرآن يخاطب النفس فتخشع والقلب فيخضع والروح فتقنع والآذان فتسمع والعين فتدمع ولو نزل على صخر لتصدع آيات من ذكر الحكيم يتلوها روض محمد فليتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبوا به وجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ميزان كان حسناتك قالها وزياديو ولا ليالساد اكتهين ما انتم حان اسكوه ما اني حفلات كدوغن حفلاتك كالي oo kitaabka ala lagu koriyeelayo marka waad ku mahadsantihiin ka soo qaybgalka ka soo qayb gasheen martida waalidiinta culimada waan uga mahadcelinayaa waqtiga kulli ajligis insha Allah waan ku sii socon doonaa waxay inoo xigtaa gabar inoo akhrin doonto tarxiib Zamzam Ishaaq
فليتفضلي زمزم إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها ضيوفنا الكرام، أحييكم باسمي وباسم الطلاب والطالبات مركز نور البيان للتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية، تحية من القلب يطيب شداها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها السادة والسادات، بأفئدة تفيض بنور المحبة، وقلوب تنبض بنور المودة، وعبارات محملة بروح الإسلام والإيمان، نرحبكم أهلا وسهلا بعدد النجوم في السماء وبعدد الحروف في القرآن. أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بعدد النجوم في السماء وبعدد الحروف في القرآن. أهلا بكم بعدد ما أنزلت السحب من قطرات وإمطار، ولكم منا أجمل حب، وعلى الحب نحب كل محب، وتقبلوا منا خالص تحياتنا القلبية. مركا هذا وحن أريدنا قبر كسع تقيب تمعتك صابرين محمد أو سو جينيس لأهمة اللغة العربية أيان ليها السو دواو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وأصحابه أجمعين. ضيوفنا الكرام، إن للغة العربية مكانة تقصر عن وصفها العبارات، وقدسية انفردت بها عن سائر اللغات، فهي محفوظة بحفظ كتاب الله الذي حفظ لها وجودا متميزا خالدا، فهي عذبة الألفاظ جميلة المعاني، محفوفة بعناية أولي الألباب. حقا إنها لغة القرآن العجيبة، من دخل في جوف غزارتها وجد متعة بلاغية ورحبة لفظية. قال الله تعالى: إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللغة العربية مفتاح الأصلين الكريمين، الكتاب والسنة، لذا قال سبحانه: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله لما أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه باللغة العربية، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم المبين عن كتابه وحكمته عربية، وجعل السابقين الأولين في الإسلام العرب. علم أنه لا سبيل إلا بمعرفة هذه اللغة، فسالت معرفتها من الدين. ولذا قال الشعبي: النحو كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. عربية أهمية دي لها هاي إن لبرتو يفوائد دي لها هاي يكون معسنت هاي وحين وحي إفراح إسماعيل وتعرضوا شيئا مما درسوا في المعهد وحيا لها المعهد كلو برتو حكم دي إنو صوبان ديق دونتو أي نوعايا. الله الكريم المنان الرحيم الرحمن ذي الطول والفضل والإحسان، الذي أكرمنا بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان،
وهدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الملل والأديان. سبحانه كل يوم هو في شأن، ثم الصلاة والتسليم الأتمان على خير الإنس والجان الذي أرسل إلى كافة الثقلان، وعلى آله وصحبه من استكملوا خصال الطاعة والإذعان والاستسلام للمالك الديان، وكل من اهتدى بهده إلى يوم الحشر والميزان. وبعد، إنني في هذا المقام لفي غاية البهجة والسرور بمناسبة تخرجنا من هذا المعهد المبرور، ومعهد النور البيان لعلوم الكتاب والسنة واللغة العربية. وبدأوا وتوجهوا بخالص الشكر والترحيب إلى كل الحضور، إلى الضيوف الكرام، إلى أركان معهد النور البيان من إدارة ومعلمين والطلاب والطالبات. وأخص هنا بالشكر والدعاء والعرفان والأساتذة العظماء الذين بدلوا كل غالم ونفيس في سبيل تعليمنا وتربيتنا، وجعلوا غايتهم إخراج هذا الجيل من ظلمة الجهل والعمى إلى النور العلم والجلاهم للمعلم. وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، كما لا أنسى أيضا والدينا الأعزاء الذين ربونا على هذه التربية العلمية الإسلامية. اللهم رب اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. وأخيرا، وباسمي وباسم كل زملائي، نشكر كل القائمين بأمور التربية والتعليم في هذا المنطقة، وعلى رأسهم الدعاة والعلماء الذين جعلوا على عاتقهم مسؤولية النهضة بالأمة من عترتها في كل الجوانب المادية والمعنوية، فأسسوا معاهد العلمية والمدارس لتحفيظ القرآن الكريم والجامعات الشامخة لإنقاذ أجيال الناشئة عن الجهالات القاتلة ومكر الأعداء الحاقدة. كل الإخوة الشباب والشابات إلى التوجه إلى الدور العلم والمعرفة، وخاصة المعاهد العلمية التي أصبحت مؤخرا سببا لإنقاذ أفواج من شبابنا من السقوط والضياع، وضمتهم إلى السلك العلم والعمل. ونؤكد له ضرورة التماسك والتعاون والعمل معا لتوعية المجتمع والخدمة الدين والوطن. شكرا. ماشي قرآن بس لغو مبرتو وعد أركيسان ولينو حان كجرنا أرددي معتك سعوتي وينو صوب النقا وحي اللباري وكما علمين تأد بيوم هسين سي أقود دالين إنه مجالك الساكر سان عرورتا أو قرآن بس أي سنبرين أرددي قو أركيسا أساسياتك سو صوب النقا يو كنتوا وحا لغو فرحو عنوغا إنه مجالك استا لغرسو وكما علمين تأد بان أقوم هنقا يا جهدك فرحة بدن أي جلين عروته وحين وحجة عبد المالك عيسى أولي كسر عد قيبت معتك أسباب النجاة من الفتن. موضوعك هذا إن شاء الله. كم ورحمة الله وبركاته. أن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى به شهيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي جاءنا بكتاب كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في النور النهار إذا جلاها.
ومن أعرض عنهما ظل في ظلمات الليل إذا يغشاها فسلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي، يحفظكم جميعا، وأسأل الحق أن يحرم هذه الحبة الراكعة الساجدة عن النار. أحبتي، أصبحنا في زمن تنوعت فيه الشهوات والشبهات، وكثرت فيه فتن، والألم تضيق بها النفوس ويصعب لنا حصرها في هذا المقام. وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر في زمن تتابعت فيه الفتن، حتى أصبح العاقل في خيره من أمره وخلاصة الأمر. أحبتي، فتن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. أسبابت فتنك أي ليذا هاي مرك ولا ليال وحاواني وعدي إنو فلن وحي عررت صوب بندقيان هدانو فهنو مرك وحال الدونية إن شاء الله والدك إنو دور وين كقاتو تربية دا أرضيك عنوك أرضسا أدأير ما شاء الله ي حديثي دليشنا ما كان دب وياك ما شاء الله مركب حن ليه هاي مركزك هو ما شاء الله مدة كلي ما أها لبده عنق أما سدح ده عنق حلك إيمان يسوع بس ما حلا برا كوا حلك فريان أيضا لمد بيهين أو سد كوا لوجود دالي يا لوجود دالي أنا لأنه كم جارنا إن ماشى وذا كأنه مركب إني رأي من سوق هذا الناي أردت واحد فقر أو ده حي ملك كده ويسميين مركا وحا إنو وحيقا محمد نور محمد يا عبد الله وكو حوار تمجوه إن شاء الله حوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي العزيز. بالحقيقة امتلأت بهجة وسرورا حينما تلقينا في هذه المناسبة الجميلة. كيف حالك يا أخي الكريم؟ بخير والحمد لله يا أخي العزيز. وجهك يتشرق كالشمس في وضح النهار ويتلألأ، ما السبب ذلك؟ نحن نحتفل للحفلة الرائعة وقد حضرنا أناس كثير وعلماء. من الواضح إنها متميزة عن الحفلات الأخرى، ولكل فرحة ومسرورة، فكيف لا أفرح في هذه المناسبة السعيدة؟ ما أجمل ما قلت عبارتك، تعبر وتؤكد لي عن شعور الرائعة نحو هذه الحفلة الضخمة. ولكن لماذا تغامين هذه الحفلة؟ هذه حفلة التخريج يا أخي، ولكل دفعة في معهدنا ومدرستنا تقام حفلة كهذه لتشجيعهم وليرى الناس ما علم أولادهم والوالدين. فلا بد أن يعرض وجود المعلمين والطلبة خلال فترة التعليم. قد عزمت وقد أخذت قرارا قطعيا أن أتعلم اللغة العربية، وهذه شعور تولد فيه بعد أن حضرت حفلتكم وشاركت معكم. إن كان الأمر كذلك فلا تيأسوا ولا يصيبنك الأحباب إذا صعبت عليك اللغة العربية، بل قوم حتى تحقق ما تسب إليك. هذه نصيحة أخيك يحبك في الله. هذه نصيحة أغلى عندي من الثمن والذهب والفضة، وقد أحببت أن نتعلم اللغة العربية أحسن للغة أمي لأنها تستحق أن تحب. شكرا على كلامك الجميل. هل يمكنك أن أسألك سؤالا؟ نعم تفضل.
ما هو هدفك الحقيقي لتعليم اللغة العربية؟ كل واحد منا له أهداف وأحلام، ومن ليس له هدف صار هدف لغيره. لغتي العربية كانت هوايتي منذ طفولتي، ولهذا حلم الوحيد وأن أتقن وأعلم لغيري لتنتشر العالم. بماذا تنصحني أن أكون ماهرا باللغة العربية؟ أنصحك بألا تملأ من تعليمها وأن تجد بقدر استطاعك بفكرتك السليمة. نحن طلاب من مركز النور البيان، وقفنا أمامكم لكي نقرأ لكم متن تحفة الأطفال. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مسليا على محمد وآله ومن تله. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون تسكن، وللتنوين أربع أحكام فخذ التبيين. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء، والثاني دغم بستة أتت، في يرملون عندهم قد ثبثت. لكنها قسمان قسم يدغما، فيه بغنة بي المعلمة. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني دغم بغير غنة، في اللام والرا ثم كريرن. والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفضل من الحروف واجب للفضل. في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها. سف ذاتنا كم جاد شخص قد سماد، طيبا زد فيه تقنطع ظالمة. حكم الميم والنون المشدتين، وغنى ميما ثم نونا شددا، وسمي كل حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لآلف اللينة اللي ذي الحجة. أحكامها ثلاثة لمن طبق، إخفاء ندغم وإظهار فقد. فالأول الإخفاء عند الباء، وسميه الشفوية للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسميها شفوية. واحذر لدواوي وفاء تختفي، لقربها وللاتحاد فاعرفي. حكم الميم الولام الفعل للام الحلان قبل أحرفي، أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع معاشرة خذ علمه، من يبغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعي. دب ثم صر رحمن تفز دب ذاني عام، دعس أذن زور شريفا للكرم. تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا ودين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار بعد. إن شاء الله تعالى وحنين كدر الأخرين دونا
كتاب كلوي قانوع الدرة البيهية نظم الأجرومية كنا عام بحي نظم العمريدي أولي هي الشيخ العلامة اللغوي شرف الدين يحيى ابن نور الدين ابن موسى ابن رمضان ابن عميرة العمريدي الشافعي الأنصاري الأزهري الفقيه النحوي قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى لاحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير الشان فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام اللائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقنوا القرآن بالإعراب وبعد فاعلم أنه لم اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والرومي ألفها الحبر ابن أجرومي وانتفعت أجلة بعلمها مهما تروا من لطيف حجمها نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي وقد حذفت منه معا مغنى وزدته فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صديق صديقي يفهم قولي لاعتقاد وثقي إذ الفتى حسب اعتقاده رفيع وكل من لم يعتقل لم ينتفيع فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدان ارتقى نحن طلاب من مركز النور البيان وقفنا أمامكم لكي نقرأ لكم متن القواعد الفقهية الحمد لله العلي الأرفق وجميع الأشياء والمفرق ذي النعم الوسيعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا ويكشف الحق لذي القلوب ويصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل
الدين مبني على المصالح في قلبها ودار للقلائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فثم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير في شرعنا مذكور، وسائل الأمور في الغدد واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، فمنه تويت أنا الضامي أتاني نائم عيض العمى بديم عظيم والسامي، بدين عظيم والسامي، فخور فخور بإسلامي، نشيد كانوا حياة كميتة وحياة الله أنشطة أو نشاط كأرض هذا إيه يلفت كأن أنا قلفت كأن مرق القرآن نما حديث نماها وأسكو حياة لي يعني أنا نشيد بعد هانو ونشاط كميتة هاي نشاط كعروتة مرك متكلم كل حجينا دونا إن شاء الله دغة يا صاحبتي سو استعان هلكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن الطلاب من مركز النور البيان وقفنا أمامكم لكي نقرأ لكم تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا، يزكينا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا، فإن سألوك مركزي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النيم،
فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وكفاح، بها هجر الرفاق النوم في ليل وفي إصباح، مدارسة وبحثا في فضاء العلم في إلحاح، تخرجنا لنحصد ما زرعناه بكل نجاح. فإن سألوك مركزي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النيم. تخرجنا تخرجنا فرحتنا مدغدغة، وذي الأضيار صادحة بفرحتنا مشاقشقة، وذي الأزهار فائحة وعاطرة ومنعشة، وكل الكون أشرق فالسماء والأرض نيرة. فلله الموفق من كيان حمد ذي شكر، ونشكر جمعكم شاركتمونا فرحة العمر، حللتم بيننا أهلا بكم من كل ذي قدر، بكم ضاب المكان وغنت الألحان في ثغري. فإن سألوك مركزي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النيم. تخرجنا تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا، على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا، يزكينا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا. فإن سألوك مركزي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النيم. روائنا انتريو تحير أو قوية فرها غماموس موني أو كرامي ملقية كسو شرف مرنوائن ويهي بلشذن أمودن يهي معنه هذا صوصار ماموس قفلو ديغو ما هاد بدن الله هرو الدنيا ذا مقيدنا قفنا للمسان كارين ما أكتهي أرديو إنو معلن كايهي ما أكتهي دني ماذا تابها ذن الليل ترسي وقفك أتهي يتاجك وحرا تعبك وقفك وهري إنو كوت الماميو تسمع علن كايهي ما أكتهي الدنيا ذا إذبتي حشاتكيو أنشحي دلقاتكيو احترام قفناليو سيدا دديغو تهي قفك كو أقاسمي معلن كاغا إنو يهي قلن كيو بوغيو قيمها قونتيو قلن كاد كدغان لهيد هندان معلن كو قوان قير كا دونيا دمياد قيب كنقون لهيد أغو معلن كاغو إنو كو معين يهي ددك كو مذن يهي مرن آبها يمذن هو يدا يهي بروهو آبها غلواد بروهو تلمامها تاغيرها توسيها نرشادا baruhu waa ka wadul qaata adiga qaladkaaga baruhu waa ka waqtigiisa u hor adiga guushaada barahaaga taageer taadi tusmaasi ixtiraam ku taakuli ka maarmi mayne maadsanid macallinow loo fiiriyo u baahan yahay hadduu yacni beri ka maalin ama ardayga isyara khilaafaan inaad adna si xun ula dhaqmanin marka macallinka waxyaalada bulshada u taagan u khidmaynaya buu ka mid yahay وأن لي احترامه بركة إن شاء الله وحا مرتينو علماء وأن كفى إذا سندونا أنت وحا إنو أكادي وحي معلمين تأو ترقين حلفدا أو أرضا وإسو دياريين إن أن مانتا أنك أنت هنا دقي سنو هران أيغا بس هايين لكن مانتا شاهد بان كودا النهاي بركة وحا ليه معلمين تهم هسينهين والدين تلفتوا أيغانا كسو قيب قلي أرنتا أوستاجي ضمه هذا صهوري أيجنا مهاد بنو علنيا علماء ذا مدي يأكل هذا شرف بيني جم بدين هين ما شاء الله قف كستو مشغول له أدن له أنا صهوري ما أنت دن تودا مركب حنكو سو دوين يا علماء إن شاء الله أن كفى إذا سنو وحاضيف إنه لعلماء بدن مركب الشيخ إنه أو كواد شيخ عبد الوهاب علي أيان كوب الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن شاء الله تعالى ما أنت فرحت وين أي جوجنا كلي واد وجيدين واد مغليسين أردادا سيوح حصوبا ديجين سيوح نهود الأخرين مارك نسيبونك لكو عفعنان ليد وحي سوجيدين إن أنفامين لما أنت نضب ساسا يفعنان ليد مرك إن شاء الله تعالى أردد إذا علينا هكو الله بركيه الله بركيه علمي الله زياديو علمي أن الله زياديو إن شاء الله تعالى والدك كاقب قاتلنا إن شاء الله أيضا الله بركيه معلمين تا شغادة وين قوتي وحلينا أيضا إن شاء الله تعالى الله بركيه شغادة قبتي ميزانك وحسنات كذا الله وكبو مرك إن شاء الله تعالى الماء وحي شيئين يا محاضر نوفل محاضر يا نوفل إن شاء الله تعالى ما دونها إنا وقت بنسيقاته وحير وحر وين إن كان بإذن الله الكريم اللي يرادو مشان وحاسوني ماني حفلة أولو ما مصايو كتاب القرآن الكريم كه أيام سومن رتكو إن شاء الله تعالى نيد قشتة أنت مشان أنجوني أن فدني نبي عليه الصلاة والسلام وحيري رب العزة سبحانه وتعالى وحوليه ملائك ملائك تأسو نقول قصاو صعته وأحكلو رهذني سملاها شقاك الأم سعودان دانتو دو حوي مال الوها يو ذكرك يا ذكرك على الوها يو أما قرآن الوها أخرنا أي رادنا يا مركا يركان مشا إذا أي مغدان مشا سيفري سنيا ذكرك سيوحك لكي سنيا أقو دنبينتي ملايكتا إذا وحي قدبيني سأما فايدا دافي سوحي ليدا داتكا مشا أسوي ماضو مشا كي استاغا إنك قدام بيجينا لدافعي حمانتي إن نلوب بدلي خيري ونك ورفضوا وين مية سنين يا إن شاء الله تعالى نهدنا هاي السنة بإذن الله الكريم كل الخير إن شاء الله وسلم عليه مركو حروا إن كان الله دول يرضى الله بدو حديث رواينا شيخه والنبي عليه الصلاة والسلام كسوقناتي هنا للمناسبة وأه مشان أنجوجنه وكسب سن إن شاء الله تعالى قرانك إيو فالدقيس حديث وصوصاري ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف النبي عليه الصلاة والسلام حليه حديث وصوصاري ابن مسعود من قرأ نكي أغريو هل حرف أو كتاب كلاه كمده نكي أصغى وحوكوليه حرف كأصغى حسنة هاشي حسنة وحاويان طبان أيك بلاوتا رب العزة سبحانه وتعالى دومي سوغون حارستي رب العزة سبحانه وتعالى سوغون حارستي دوميسة وناجا يا خيرك وحوك بلاوتا وحاوير طبان حمانتا وحلق بلاوي هل marku waxa weyn isma dhawaa markaas aad u kala dheerin runti waan u mahadnaqayna waqtiga iyo kelimada qiimaha badan uu nasiye asagana miisaanka xasanadka Allah uu koomaalintii maal qiyaama anagana ku wadageystay oo Allah ku anficaalaha naga yeelo waxa inoo xigi doonaa insha Allah Sheikh Abdirrahim Muhammad fali tafadhal Sheikh in mu'minin wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah alhamdulillah alhamdulillah nimadaas weyn إلهي سبحانه وتعالى أن كرمه هذا علينا مرة والبا يحل والبا لأن شكرتم لأزيدنكم نعمونك إلهي سبحانه وتعالى بهيو ويبديهين نعمونك ريار وحنا لو داو قال هذا مرافقين تا أنا لو داو لكن مدهين عرور تان مانتا أن أجوك المناسبة دولة
يعافماتك يحولها يانتدا عندها دعها وحصلنا وحنا لو ذا قالوا وانما لكن ماذا وين وين لقبن قالوا المنافقين توحوا نعمة الإيمان والإسلام وما تأفدن هل كان كما موسى إنه إله سبحانه وتعالى كلام كيس كلام الرحمن كما موسى إنه مرك إله سبحانه وتعالى يا مذن ما هد مر والبا يحل والبا ما هد الله وادو حندونا إنه ما هد نقو معلمين تيسو سارت أرضي دان أركيني أرورت هذا أركي سيم والجال وحي كم سود دين أقانتم ما إني كده لنن الله سبحانه وتعالى وحليه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هو يمكن عروش هذا حال ذي كسو صار أذنكو حبك قرنين لكن حال ذي يالي دقا إن يقلب وحوالي يالي ذي يالي سياحة وبرتان هذا مرك عرفتان أركن ولا يال أقونتا صوبا نغان معلمين أيام هاي هذي سوجين هبين مالو سوجين جهدي دلالكو بحيين معلمين تايغا وحين نمدهين إن أمهات نغنو وفق هذا أول إحسان كوس مايو نبي حيد عليه السلام بوك أم هاي هذه أم هاد نقو وأبا الجودة وأبا الجودة حتى واحد كلا دويدان وأبا الجودانا وهذا هذا أحسنته وأنا اسمه إله سبحانه وتعالى أجر حسنة الله كاسيو معلمين تها إله سبحانه وتعالى ميزان حسناتهم الله وقدرة وقت كيسوس سهرين أقامت كشرين إله سبحانه وتعالى ميزان حسناتهم الله وقدرة أنا أنا هنا الجودانا أنا أدعينه ما هذا لبعض محمد إنه أم هذا نقو والدين تعرف تعلن مركز كيانين قرب تغنى معلمين تا صار أيضا وين مهسين وحبرشة ولا اللي حكوا كمان تسد حجيس حكوا كمان تا ميت كم ده دليل وياه وحبرشة يسيل خير من نقان كرتو جيس كي دوا معلم كا جيس كلا بعض أرضي دا جيس كسد حدا والدين تا سد حدا فدي إس كاشدان إس لش غيان ولا mid kamid hadii si laga rabo shaqada laga rabo qaban waayo ma la guuleysanayo guusha marka ay ku jirtaa saddexdaas inay isla shaqeeyaan marka macallimiintu isaa wala saa noqoto waa shaqeeyaan inta xaqooda waa shaqeeyaan waalidinta dabcan waa la shaqeeyaan jisaa wala khayran magaalada Nagaars ma sha Allah diinta aad bay ugu faan tahay maraakiista taafida aad bay ugu faan tahay waa diin waa hawyaan waa magaala diin ay nala qaban meel badan oo kamid ah wadamada Soomaali ay degto magaalada Garissa waa meesha ugu xoog badan diinta lagu barto isagu la qeyraan inta ka dib walaal waxaan doonayaa wax yar inaan ka iraado sheekh sidu sheegay nabiga kaleena kaleey salaam xiri khayrukum min taallama alquraan wa allama wa hadhi kugu fiican idin kugu sharaf badan idin kugu wanaagsan kiina quraanka bara si bara dadkana si bara akhwata alkiram an ila subhanahu wa ta'ala ya maad iskale علي معركة مشن هو كل مية حفلة دن هي مناسبة دن هذا قرف بدن أنا كسي ديران ينين أو وقت يسوع قابين أيوه ظروفها جرت درت وحار وحير إن كتبته أرضا وحيسو بن إيجاين أرضا والله وحاد وين أي يسوع بن إيجاين كو حكم دهات أهمية اللغة العربية أهمية اللغة العربية مهمة إليها هي إني لبرت اللغة العربية مهمة إليها هي إني لبرت اللغة العربية وايو أن هذا كورا يا حاد عذي نن يا بحوتي بحبرتي لغة إنجليش ك يا لغة كلا أيو برتي مركز أو بحوتي سعودي عربية سعودي عربية دو حال استعماله واللغة العربية التلفون هذا مال والبو وحلو استعماله ولغة العربية. مركا مش مركو تجي لغة العربية وحو كأغانا ملها. سأدرت مركا مسج على صدر مركا مش مركو تجي إنه وكش قصته. مسج على صدر عربية. عالي ري شقاضي مو and نو مو. مركا هادو مش أوتيل مش هادو تجي وحو أغانا ملها. لغة العربية وحو كأغانا ملها. marka waalidinta waxaan kula talinaa ardada inay baraan ciyaalkooda luqad carabiga sidoo kale arday waxa jirtay ka halaayay al fitna fi hadhihi zaman midas midlis weydinaa maaha
عالم كوي موغتا مدرس مدلي سويدنا موى همبو فتندي اني زيادي مركا مدرسي والدينتو حنقولتا لنا يوم علمينتا ان مارك تاي اي كودا الان التربية الاولاد قاب كيلو تربية لها ارضدا اي قاب كيلو هرتي لها وحاسي سو كالي ماشن حلوبرتا كتاب الله كتاب الله تعالى اي حلوبرتا ان اني وصو قابنا ايو حتى كور اي وحاد عذي قصة وحاد عذي نين يهوديا اي وحوسم اي وحوربي انو تجابيو ان ديمها دتك كالي ايوربي انو تجابيو وحاد عذي وحو قري وصوقاتي بايبول كأيو صوقاتي وح ايو كقري وحو قد احداري افكار تيسا يرأي جيسا ايو قد احداري مركز اوحو اوكيني دت اهل النصارى او بايبول كاستعمالايان ايو اوكيني حدي اي فيريا وحيدهن كانوا بوغ سحضة اح وابوغا سحضة اح النبي الله عيسى الوسو دي جيواكرا ايدهن حدنا وحو قري كتاب كي توراات ايو صوقاتي wax ayuu ka qoray hadana wuxuu ku darsaday fikirkiisa iyo raayigiisa ayuu ku darsaday markaas wuxuu u keenay dad ahlu yahooda ayuu u keenay markaas wuxuu lahay kitaabka kitaabkiina waa kara saaxiibahan alle ilaahay kitaabki saxda ahaa ee la soo dejiyay ee muusa loo soo dejiyay waa kana isla sidii hadana wuxuu sameeyay quraanka kariimka quraanka kariimka ayuu sidii ku sameeyay wax ayuu ka qoray فكر كيسا أيو كدر سدي مركز أوحو أوكيني ضد أهل القرآن أيو أوكيني ويقبتين وحي أوليوين المير أي أوليوين عنوكس ججرة أي لودي وحاليري كتاب كان آخري كتاب كمركو آخري أوفيري وحودة هاي كتاب كي سحظة ها النبي الله محمد الوسو دجيي كان معها تاسم بحيو كتسنة ساعة كتاب الله سبحانه وتعالى إنو يهي مد أحبال ودري كرين وحبنا على جري كريم مركا معلمين تا والدين تا وادداشين الى خير هاين سيو مركا وحايدون كل در دار مايا وطلاع هاين سينايا انتن ان نسان كقابينين انا قمق عيقا وحالنا من الرشيد اذن الوالد نميه او محاله جري مامو انك والدين تا او جران ميه لكن مامو وحان هاي دوكسي قدقاتو بريهان واسكير مشغولي محل دي جيره غير الله سيو معلمينته يا والدينته يا اردايده هي مرت شرف دمان غير الله سيو ما شاء الله ميل جهدي بدن لو سو بخي دال بدن دلا سو مري ايا نو موقته كلمات كما ان قرنين ان ان كهدلو كما ان بري سنين لكن وا وخ الله قره ماما كلي ايا اوو وريجسه مركه هادلك ما سي ديرينايو aniga waxaan yar goowaadinayaa insha Allahu ta'ala waxa fooda nagu soo haysa bil barakeysan oo ramadaan la yiraahdo insha Allahu bishaas way ilooween macallimiinteena culimada insha Allahu maxaa la jiray bishaas waxaan rabaa insha Allahu ta'ala inaan bishaas soo dhaweyno ما هاي سوى الدين هنا وما ديار سنة إن شاء الله هو حان رجح يجا مع المير هل مالن ميام سلام مالن سدان كل يوم في لهاي بيشاس إن أنا ديار جروبنا سود وينو فرحات يا ريران يا عبادة هنا أنكم عموسنا هيا إن شاء الله هو قوادين هيا مرك رمضان يا نوسو فضل وبالآدي آد قيمة بدن وبالبركة سن إن شاء الله إلهي نبته نقو قارسيو أعمال ونكسن إلهي نقو أفجيو عمر ديرو عبادة له إلهي محل له جره نقو قرو ليلة القدر إنا محل له جره آهل نوا محل له جره إلهي هنو قرو مركا أنيقا محل له جره بشاس أيانكو قوادين هيا محل له جره إني آدي آدي أقابلنو أنك فائدي سنو maalma ama ayama kamida ayna dhaafin hadu caafimaad ilaahay nasiyo waa bir quraanka la soo dajiye maxaa la jiray aad iyo aad u falayla badanta akhrinta quraanka ajir fara badan iskale
محل جرى يعني وحن محل جرى لسه كوب كبين وأجر آدي آدي وفر بدن وكجرو مركة كل حاجة ضم مركة واسك مشغول بدنيهين وحنكون مشغولنا وحيا لك هلا كرن عنا إيو وح كلا إيو محل جرى بات كلا يا اسك قلنا كل يدو مركة أنا وسيد رين يعني بشاس إن قاسة تندو مركة رجع سقى ومساجد كواد وقف إذا يستاهل محل جرى نفاس بنو يرنا ماي دو مركن ياد بشا اسو دويان ااد نوغ فايديستان ايا كو بورينايا خير الله حسيو انا غاتو مغعيغو حوا اساق صلات وحانن ادين كا ايمااداي بولودن حد مدغني دوكسغان مانتو با اي هور اي غور رسا غبر ان انا دلا يا دغتا سمسم اساق صلات لدا مزي مزي قبل لدا او ماج دغنايني لا جوغتو ادركاي محمد waa dhimatay sidaas aan hadmaan saalay lugu yar oo liidhe kaal ku tag duqumtay kirmeesh waato maanta ardaydi macallimiinta way maasan yihiin macallimiinta maanta waxaan u dadaal sameeyeen qeyr allah siyo jinna firdaws baan ugu duco haya aniga inuu ilaahay galiyo ulumadina ilaahay qeyr asi aygana oo maanta dantii ay lahaayeen xafladii ka soo qayb gashay waxba hadalkii kuma dheereeynaay annakii waalidiinteen inaan ka dadaalno waay ardaydayna ardayda taanka ka dadaalay waayna wax kale iska noqonay maanta ay joogaan may gaarteen macallinkii uu ka dadaalay anagana inaan ka dadaalno waay qeyr allah nasiyo saasan anay ugu bixi ورحمة الله وبركاته على رسول الله أنا بعد ما شاء الله مرتين شرفت بدن علماء والدين معلمين أرضاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وحان أدو قوابين يا معلم علماء وولين ما شك هذا الشيء أي نوع كهذا الشيء إنه واني السيء ان مغرن هسه نو سو كوبتي وخي كو سابسنا وعدودن وحان كلو ديري غيلنيا اردادي شرفتا بنيد سو استاكت مسرحان سيفعن او خصو بنانغتي ايرو ميعلنيا وحان كلو ميعلنيا معنين شرفتا بنا قيمها بنا سو شقيناي اردادي جودي سو غلين اي وين ماسين ان وحوي وعدي انو ما هارين هذا متي أرض الله في ريو يتيء علماء هذه الفير لا بدر وقتين وحاجة قراءة وكل شيء ذاتك كلل بكتيران وحمد نفسنا يبغى حاجة أنت سعيتي بذاتك حاجة كلل كصوت صادرت أمريكا واسكو صار بشرنا جايسا يريدنا المها قوة شهادة قاطي قاضنا يا يكو كلام كنا سال لمرة في عن صوت قريبة إن شاء الله وانو المها يريدنا وحنكون الرباع دكسين تاريخ ديسا وحال فري لابد كن يو لحية طبعاً كي بيش اللي بيتمنى دال فري وحاك هذا كتخرج دي دفع دي شنو إيش دفع دن هلا كورونا ده صار قلي سنة كاسة نقادنين لكن السنة ده كله أنت بدن صرت كوهر مين المكان استشهاد وسين كل بدفع ما بحسي قلا هذا قادنا إسا و تطبيع طبعاً قف أسكو وشرا قوة تخرج يا أو شهادة القرآن كده ما يصير في القرآن قادنا يا إيه قوة قادنا يا شهادة اللي رادو فربركة أما بغدادية مركا إن شاء الله أرضاكم بالله أن أهو رئيسة قوة شهادة قادنا يا تخرج إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين عرورتان هلو دعي ما شاء الله دها إيش هو حق إله سبحانه وتعالى الله نقارسي بشه رمضان بركاته بدن الله نقارسي عمر در
يعافمادك وعباد زين الله نسيه عبادتك الله نجا أقبله أنت فدنا إله سبحانه الدم جاني الدم واد كن الله دافه إن شاء الله تعالى ما كان سووا كل واد الرحمن الله نو كل مي إزاكم الله خير وما سنتين